عملية استهدفت منزلا في ريف إدلب الشمالي وأدت إلى مقتل 13 من بينهم أطفال ونساء. تطور مهم في محاولات القضاء على تنظيم داعش في سوريا. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن القوات الأمريكية تنفذت في شمال غرب سوريا عملية أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش والمعروف بأبي إبراهيم القرشي. البيت الأبيض نشر عبر موقعه الإلكتروني بيانا جاء فيه أنه بموجب توجيهات من بايدن نفذت القوات العسكرية الأمريكية بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائه ولجعل العالم أكثر أمنا. وجاء في البيان أنه تم القضاء على زعيم تنظيم داعش في سوريا وعدم سقوط أي ضحايا من الأمريكيين في العملية. وأفاد مسؤول أمريكي أن القرشي فجر نفسه خلال عملية عسكرية أمريكية مما أدى إلى مقتله مع عدد من أفراد عائلته. المتحدث باسم البنتاغون قال في بيان له أن المهمة العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية تمت بنجاح. وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن مروحيات أمريكية نفذت خلال العملية إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة في ريف إدلب الشمالي على مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط. وأفادت أيضا أن العملية استهدفت منزلا في المنطقة واندلعت اشتباكات عنيفة رافقها قصف جوي. مصادر سورية أفادت بسقوط 13 قتيلا على الأقل خلال العملية بينهم 6 أطفال وثلاث نساء. وللمناقشة والمتابعة ينضم إلينا من بون الأستاذ جاسر محمد مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب. أهلا بك معنا أستاذ جاسم. في البداية تصفية زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي، ما هي أهميتها وكيف تقرأها وأيضا توقيتها الآن؟ التوقيت جاءت هذه العملية النوعية في أعقاب التراجع الذي شهده التحالف وقوات قسد قبل أسبوع تقريبا من تنفيذ عمليات نوعية من قبل تنظيم داعش في تحرير سجناء داعش في الحسكة سجن غويران أو الصناعة. العملية الآن التي تم تنفيذها من قبل قوات الكمندوز الأمريكية هي تعتبر عملية نوعية، يعني تم التخطيط لها بشكل جيد، وربما هنالك يعني السيناريو الذي تم هو ليس بعيد جدا من عملية مقتل أبو بكر البغدادي، حتى جغرافيا ربما أنه العملية شهدت في نفس المكان، ربما تبعد 20 كيلومتر عن العملية السابقة التي نفذتها الولايات المتحدة. العملية جاءت أيضا في مكان صعب جدا تسيطر عليه أيضا النصرة، جبهة النصرة والجماعات المتطرفة وقريبة من الحدود التركية. فأجد أنه هذه العملية ممكن أن تعمل على انكسار في هذا التنظيم. هذا الانكسار ممكن أن يكون مرحلي كون أن هذه الجماعات تأقلمت مع خسارة قياداتها، مثل ما بات معروف أنه ربما خلال منذ عام 2010 أو 2012 لحد الآن خسر 3 من رؤوس التنظيم هذا التنظيم. طيب، ولكن هذا التنظيم هل يمكن اعتبار يعني أبو بكر البغدادي الذي قتل في أكتوبر عام 2019 واليوم القرشي الذي قتل في فبراير 2022، هل يمكن اعتبار هذين الرجلين سواسية بالنسبة لتنظيم داعش؟ لأن أبو بكر البغدادي كان يعتبر قائدا ميدانيا بالنسبة للتنظيم، وكان أيضا أبا روحيا وقائدا عمليا. يعني ماذا بالنسبة للقرشي؟ هل سيشعر داعش بنفس الخسارة، بنفس حجم الخسارة؟ خسارة أبو بكر البغدادي كانت هي الأكبر. أبو بكر البغدادي كان حاصل على بيعات من جماعات أخرى متطرفة، وكان حاصل أيضا على مصادر للتمويل أكثر مما حصل عليه القرشي. فإذا رمزية أبو بكر البغدادي هي الأكبر. ما عدا ذلك أبو بكر البغدادي كان هو أيضا يظهر بين مزدوجين كمرجع ديني أو رجل الدين أكثر مما يظهر القرشي، يعني القرداش. فإذا رمزية أو خسارة أبو بكر البغدادي كانت وقعها أكبر على التنظيم أكثر من خسارة
زعامة قرداش، خاصة أنه أيضا مثل ما ذكرت حضرتك الفترة الزمنية تقريبا منذ أكتوبر عام 2019 إلى هذا الحد هو كانت فترة قصيرة جدا، لكن لو رجعنا إلى التاريخ الذي كان يستلم زعيم تنظيم الداعش أبو بكر البغدادي ربما من 2010 أو 2012 إلى حد 2019 كانت فترة أطول، فإذا هي وقع أكثر من خسارة القرداخ الآن. نعم. طيب تفضل بالبقاء معي أستاذ جاسم وأنتقل إلى بيروت، ومعي من هناك العميد خالد حمادة مدير المنتدى الإقليمي للدراسات. أهلا بك معنا سيادة العميد. في البداية كيف تقرأ توقيت ودلالات هذه العملية؟ مساء الخير. طبعا هي عملية نوعية، القيادة السياسية الأمريكية الرئيس بايدن بنفسه أعلن مسؤوليته عنها، هي دليل أن القيادة الأمريكية ليست في وارد إعادة إنتاج تنظيم داعش من جديد وإعادة أنشطته إلى مسرح العمليات، نعني ما بين سوريا والعراق وليبيا ربما. تكاثرت طبعا في الآونة الأخيرة أنشطة تنظيم داعش، أعيد إنتاجها من جديد، عادت لتنفذ عمليات في لحظات سياسية يعني تتسم بالفراغ وتتسم بتهديد الاستقرار. يعني في ليبيا هناك أزمة سياسية وهناك انسداد في الأفق، في العراق كذلك هناك أزمة سياسية بعد الانتخابات وهناك انسداد في الأفق، وفي سوريا كذلك هناك عمليات يعني برزت في شمال شرق سوريا، وبرز نشاط كذلك في منطقة إدلب للتنظيم الإرهابي، وأعيد الحديث مجددا إلى يعني الواجهة أن تنظيم داعش استعاد نشاطه. طبعا يعني إن مراجعة لتاريخ هذا الإرهابي الذي تم تصفيته اليوم يثبت يعني انه مدى ارتباط هذا التنظيم بلعبة المخابرات الدولية. يعني هذا الرجل هذا الارهابي كان في السجن ايام صدام حسين، ثم اطلق سراحه في العام 2004. من هو القادر على اطلاق سراحه؟ هي يعني السلطة التي حلت محل صدام، ونعني هنا الامريكيون والايرانيون. ثم اعيد توقيفه في العام 2006، ثم ألتقى صراعه في العام 2009 ليعود إلى الموصل ويلتحق بالتنظيم وليصبح زعيما لهذا التنظيم في منطقة شرق الفرات في كل من العراق وسوريا. في 2014 هو من استقبل أبو بكر البغدادي في الموصل وحل محله في العام 2019. إذن هذه اللعبة المخابراتية وهذه التنظيمات التي يتم تفعيلها من وقت لآخر تبعا يعني تنفيذ أجندة دولية أو أجندة إقليمية تنفذ بواسطة تنظيمات يطلق عليها تنظيمات إرهابية تعطى يعني يتم مذهبتها سنية أو غير سنية، ولكن في النهاية هي تنفذ يعني أهداف سياسية لمشغليها. هذه العملية تقول أنه ليس مسموحا الآن إعادة تنظيم داعش إلى الواجهة، وبالتالي تم تصفية هذا الرجل الذي ربما يرتبط بأكثر من فريق ويعمل لصالح أكثر من فريق. طب نريد أن نفهم هذه النقطة أستاذ العميد خالد حمادة، هذه النقطة التي ذكرتها حضرتك أنه يتم استخدام هذا الرجل بحسب مصالح من يستخدمونه، ما الذي تقصد بهذا التحليل؟ يعني أنا أقصد أولاً أنه هناك عمليات متشابهة حصلت في العراق بعد سقوط صدام حسين، وحصلت كذلك أنه تم يعني تلقي مجموعة كبيرة من البعثيين ومن الإرهابيين والإسلاميين الذين كانوا موجودين في السجون العراقية أو كانوا يتبعون للنظام وهربوا من الأمريكيين، تمت إعادة تدريبهم في سوريا تحديداً ومن قبل الحرس الثوري الإيراني، وأعيد إطلاقهم في مسار عمليات في لحظات مختلفة لتنفيذ أجندات. عشنا كلنا مرحلة طويلة ربما أكثر من 10 سنوات يعني في تحت عنوان أن تنظيم داعش السني الإرهابي هو الذي هو الخطر الأكبر، وبالتالي يجب إطلاق يد كل الفاعلين الإقليميين والفاعلين الدوليين في المنطقة لتصفية هذا التنظيم الإرهابي. الآن أعتقد في ظل يعني تغير هذا المشهد البانوراما الإقليمية كلها، وفي ظل ما تعيشه طهران وسوريا
وبعض الجماعات يعني المتحالفة معهم. أعتقد أنه يراد من كل هذا المشهد أن يعاد يعني لفت النظر أنه الآن ليس وقت هو تهذيب وتشذيب الأذرع والميليشيات المنتشرة في المنطقة. الآن عاد داعش إلى مسرح العمليات، وبالتالي يجب أن يتم التصدي لها بصرف النظر عن من يقوم بالتصدي لها. هذه العملية أعتقد أثبتت أنه الأمريكيون ليسوا في هذا السياق. طيب، اتضحت هذه النقطة. تفضل بقائي معي العميد خالد حمادة، وأنتقل إلى واشنطن. معي من هناك السيد آدم روزفلت، الباحث بالأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. أهلا بك معنا أستاذ آدم. ومعنا أيضا من باريس الأستاذ ألبرت فرحات، خبير الإرهابي الدولي، انضم إلينا الآن. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. أنتقل للأستاذ آدم روزفلت من واشنطن. الحديث اليوم عن مقتل زعيم تنظيم داعش، وبعض الأخبار والأنباء تقول على أنه فجر نفسه، لم يقتل على يد القوات الأمريكية ولكن هو فجر نفسه بقنبلة كان يحملها. طيب، نريد أن نفهم في البداية، هل القوات الأمريكية هي من قتلت أبو إبراهيم القرشي أم فجر نفسه بقنبلة؟ في البداية شكرا على استضافتي. هذه قصة عالمية والولايات المتحدة تعمل عليها منذ فترة. من الصعب أن نقول إذا ما كان قائد داعش قتل نفسه بقنبلة حتى لا يتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه وأخذ المعلومات بشأن التنظيم الخاص به وتفاصيل خاصة في مختلف أنحاء العالم. القيادة المركزية سوف تقوم بتحقيقات، سوف يتم تصحيح المعلومات وستتضمن التفاصيل كل هذه الأمور، ما الذي حدث، عدد من قتلوا، ما الذي أدى إلى هذا الانفجار أو الانتحار. هذه التفاصيل سيتم الحصول عليها في التحقيق، و هذا يحدث بشأن كل الحملات العسكرية التي تقوم بها قوات الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن هي عملية بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. أستاذ آدم، كانت هناك انتقادات كبيرة للولايات المتحدة بعدما غادرت أفغانستان وتركتها للطالبان. ما هي المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة اليوم بهذه العملية في سوريا؟ أولا دعوني أكون واضحا بشأن الانسحاب الذي حدث في عهد إدارة بايدن. اليوم أول انتصار يحققه بايدن عسكريا في 2019 في عهد ترامب. قد أيضا حققوا انتصار ضد أبو بكر البغدادي، وهذا أول انتصار عسكري لإدارة بايدن. ما هي الإشارات لذلك؟ أن إدارة بايدن لديها القدرة على أن تعود إلى مثل هذه المعركة مرة أخرى، يستعيد ثقة الشعب الأمريكي والحلفاء والعديد من التعقيدات الدولية التي تحتاج إلى إشارة قوية تقول بأن الولايات المتحدة ووزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تلعب دورا هاما في الأمن الدولي، وبالتالي الولايات المتحدة لا تزال لاعبا أساسيا في الحفاظ على الأمن الدولي. تفضل بقائي معي وأنتقل لباريس مع الأستاذ ألبرت فرحات الذي انضم إلينا الآن. أستاذ ألبرت، أهلا بك معنا. بداية، كيف تقرأ هذه العملية، وهل مقتل أبو إبراهيم القرشي له نفس الواقع لمقتل أبو بكر البغدادي سابقا؟ أهلا بكم. في البداية، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي اسم من الأسماء التي يعرف بها لدى أجهزة المخابرات الأمريكية وغيرها الأوروبية، يعتبر من أفضل الذين أدوا خدمات جليلة للمخابرات الأمريكية في الفترة الماضية، وأشرح كيف ذلك. تم عندما تم الإلقاء القبض عليه في العراق ودخل السجون الأمريكية، على أساس تم الاتفاق معه آنذاك أن يدلي بما لديه من معطيات ومعلومات عن قيادات التنظيم آنذاك ما بين سوريا والعراق وحتى الخلايا الدولية.
وهذا ما فعله الهاشمي القرشي، حيث تمكنت أنا في 2019 الولايات المتحدة الأمريكية من القضاء على أسامة بن لادن، وأيضا استطاعت أن تقتل العديد من القيادات إن كانت في الصحراء الكبرى في المغرب العربي وشمال أفريقيا وحتى في اليمن وفي ليبيا بالطبع. العملية مركبة معقدة، عملية أمنية ببحتة، من أجل يعني ما فعل هذه العملية علما هو العملية العسكرية التي قام بها تنظيم أبناء داعش على السجن في إدلب. المنطقة التي قتل فيها القرشي هي نفس المنطقة على بعد 10 كيلومترات فقط من المكان الذي قتل فيه البغدادي، أيضا صدفة، فهذه أيضا صدفة. طب هل تم استغلاله للإدلاء بالمعلومات للقضاء على القيادات كما فهم منك أستاذ ألبرت، للإدلاء بمعلومات على القيادات لتصفيتها، وبالتالي تم تصفيته هو كذلك بنفس الطريقة؟ باختلاف بسيط فعلا، أنه خرج عن الطريق الذي تم الاتفاق عليه آنذاك من أجل تسوية ما يسمى بالدولة الإسلامية، خرج عن الاتفاق الأساسي على أساس أن تحل وأن تسير كل التنظيمات وأن تصبح إمارات، على أساس ذكرت ذلك لديكم قبل فترة أنه أصبحت هناك 11 إمارة للدول الإسلامية. لكن مع عملية السجن في سوريا وعملية قصد التي حاولت من خلالها أن تتخطى المخابرات الأمريكية والقوات الأمريكية العاملة في المنطقة، وقامت بالعملية في السجن المركزي الكبير، هنا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلص من كل الرواسب ومن كل الأدلة العالقة على الأرض، وهذا ما أتى من أجل تنفيذ هذه العملية الأمنية الكبيرة التي اشتركت فيها القوات العراقية من خلال عملية قفل الحدود ما بين سوريا والعراق من أجل عدم انتشار هؤلاء والدخول أيضا في البادية، أيضا المخابرات الفرنسية الخارجية العاملة في المنطقة أيضا شاركت في العمليات وجمع المعلومات وكيفية تحرك هؤلاء، والدليل على ذلك أن القيادة الأمريكية ليست هي التي قتلت الهاشمي القرشي، وإنما فجر نفسه ورفقة نسائه الأربعة وستة من أطفاله، وأيضا هناك ثلاث أشخاص لا يعلم من هم الذين قتلوا في نفس العملية. أيضا من الذي فجر طائرة الهليكوبتر الأمريكية؟ كلها أسئلة بحكم يعني بانتظار أن تجيب عنها القوات، إن كانت القوات الكردية التي في المنطقة أو الحليف التركي الذي أمن لهؤلاء الغطاء الأمني من أجل الإقامة في دير بلوط مثلا. نعم. هذه هي كلها الأسئلة التي ممكن أن نطرحها في الأيام القادمة. البيان الأمريكي وخطاب الرئيس الأمريكي كان مقتضبا جدا هذا الصباح. ننتظر إضافات أخرى، لكن نعم، ربما هناك مؤتمر آخر يعني قد يدلي به الرئيس بمعلومات أخرى. أنتقل أيضا إلى ضيفي الذي انضم إلينا في الباقي. نعم. مع أستاذ ألبرت. وأنتقل لضيفي من القاهرة الأستاذ أحمد كامل، البحيري الباحث في شؤون الإرهاب والحركات المتطرفة في مركز الأهرام. أهلا بك معنا. ربما سرد لنا ضيوفنا قبل قليل جانبا من قصة أبو إبراهيم القرشي وكيف أيضا دخل إلى السجون الأمريكية وكيف انتهى به الأمر اليوم إلى تصفيته من قبل القوات الأمريكية. بداية، كيف تقرأ هذه العملية، وهل يمكن القول أن له لإبراهيم القرشي نفس الأهمية رمزية كأبو بكر البغدادي، كأيضا أسامة بن لادن، كأنور العولقي وغيرهم ممن تم تصفيتهم على يد القوات الأمريكية؟
يعني خلينا في الشق الثاني من سؤال حضرتك، الرمزية هنا احنا بنتكلم على رمزية في المرتبة الثانية بعد الأسماء التي حضرتك طرحتيها، سواء بمقارنة بأبو بكر البغدادي أو حتى بأسامة بن لادن أو أبو مصعب الزرقاوي على سبيل المثال. هذه الرمزية تأتي أن ليس هناك دور لم يظهر القرشي الهاشمي ولا مرة مستوليه بعد مقتل البغدادي في أكتوبر 2019، ليس لديه أي رسائل حتى صوتية قام ببثها، لا يوجد هناك تأثير حتى على مستوى القواعد وعلى مستوى الأفرع المختلفة التي تم إعادة هيكلتها في المجمل خلال عام 2021، فبعدما كان هناك تنظيم يمتلك ما يقرب من 34 ولاية على مستوى العالم من جنوب شرق أسيا من أندونيسيا وصولا إلى غرب أفريقيا ووسط أفريقيا، أصبح الآن يمتلك 11 ما يطلق عليهم فرع أو ولاية حسب مصطلح التنظيم. لذلك رمزية الشخص ليس بكاريزمة أبو بكر البغدادي، ليس هو المؤسس كما يمكن أن يطلق على أبو بكر البغدادي أو على أبو عمر البغدادي الذي كان قائد التنظيم قبل أبو بكر البغدادي، لكن رمزية القرشي هو أنه ما تبقى من الرعيل الأول. نحن نتكلم عن 48 قيادة قامت بتشكيل أو تأسيس تنظيم داعش منذ نشأته في عام 2014، لم يتبقى من هؤلاء إلا ثلاث أسماء، اسم منهم تم مقتله اليوم وهو زعيم التنظيم، لم يتبقى إلا اسمين تقريبا من الرعيل الأول الذي رافق أبو مصعب الزرقاوي وأبو عمر البغدادي وكان جزء أو لاعب رئيسي في نشأة التنظيم. بالنسبة لدلالة أو مغزى التوقيت، نحن نتحدث عن مغزى توقيت ومغزى مكان. المكان كما تفضل ضيفك الكريم قبل قليل، نحن نتحدث عن نفس المكان أو قريب من نفس المكان الذي تم مقتل أستاذ أحمد كامل، تفضل ببقائي معي. سنتابع الآن هذه الكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول مقتل زعيم تنظيم داعش، ثم نعود لكم. قائد لداعش على الأيام المعروفة باسم حاجي عبد الله، لقد تقلد المنصب في 2019 بعد عملية مقتل البغدادي. منذ ذلك الحين داعش استهدفت القوات الأمريكية عبر عمليات إرهابية، وأيضا استهدفت الحلفاء والمدنيين في الشرق الأوسط وفي جنوب آسيا. أيضا لقد ساعد العديد من التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم وتسبب مقتل العديد من المدنيين، تحمل مسؤولية الهجوم في شمال شرق سوريا، وتعاملنا مع هذه العملية مع الشركاء وكان القوات دافعة وراء إبادة الجماعة التي حدثت في غرب العراق في 2014. نتذكر عندما حدثت عمليات قتل وذبح للآلاف من السيدات والأطفال، أيضا كانوا قيد الأسر بسبب مثل هذه العمليات. قواتنا نفذت العملية بإعداد جيد وأصدرت التعليمات لاتخاذ كل المحاذير اللازمة لخفض أعداد الضحايا بين المدنيين، واخترنا أيضا أن نتبنى عملية بقوات الخاصة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المدنيين، وأيضا لئلا تكون هناك خسائر كبيرة من جراء استخدام الهجمات الجوية، وأن قواتنا تستهدف إلقاء القبض على الإرهابيين والتخلص من هؤلاء الجبناء. لقد اختار بأن يفجر نفسه في الدورة الثالث من هذا المبدأ بدل من أن يواجه العدالة للجرائم التي ارتكبها، وأدى ذلك إلى مقتل 4 من أسرته. وأنا ممتن للقوات التي تحلت بالشجاعة من القوات الأمريكية وقاموا بمثل هذه العملية الهامة، والوزارة الدفاع هي العمود الفقري لهذه الدولة وهي لها دور أساسي في الحفاظ على أمن الولايات المتحدة. أنا ممتن لأسر من يخدمون في وزارة الدفاع وأسر قواتنا من البحرية والقوات الخاصة وغيرهم، هم يقدمون لهم الدعم والقوة للقيام بعملهم. لكل من يخدمون في قواتنا وأسرهم، نحن ممتنون لكل ما تقدمون من جهد. أيضا الشراكة مع القوات الديمقراطية السورية والتعاون مع أعضاء الأمن الوطني من قبلنا لخفض
الجزائر وضمان نجاح هذه العملية. هذه العملية شهادة على أن القوات الأمريكية لديها القدرة للوصول إلى الإرهابيين في أي مكان بغض النظر أينما وجدوا وكيفما وجدوا. نحن نسعى لتتبع كل الإرهابيين في أي مكان ونعمل عن كثب مع كل الحلفاء والشركاء وتعزيز العلاقات مع مختلف القوات الشريكة من بينها قوات البشمرجة وللحفاظ على أمن بلدنا ومواجهة الإرهاب. سوف نظل على أهبة الاستعداد ونتخذ كل الخطوات اللازمة لتعقب القادة الإرهابيين في مختلف أنحاء العالم، وسوف نتعقبهم ونقول لهم سوف نتعقبكم في كل مكان. مرة أخرى سوف نبذل ما في وسعنا للحفاظ على أمن وسلامة الشعب الأمريكي والتعاون مع مختلف الحلفاء في مختلف أنحاء العالم. أشكركم شكرا جزيلا وندعو الرب لأن يحافظ ويحفظ شعب بلدنا ونقدر لكم جزيلا كل هذه الجهود. تابعنا هذه الكلمة إذن للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أوضح هذه النقطة بخصوص مقتل أبو إبراهيم القرشي، والذي قال أنه فضل أن يفجر نفسه على أن يواجه العدالة، وبالتالي تسبب بمقتل 4 من أفراد أسرته أيضا خلال هذه العملية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أبو إبراهيم القرشي تقلد المنصب منذ 2019 بعد مقتل أبو بكر البغدادي. أيضا داعش استهدف الحلفاء والمدنيين كما ذكر، وساعد أبو إبراهيم التنظيم في مختلف أنحاء العالم، وأيضا تحمل مسؤولية الهجوم في شمال شرق سوريا، كان أيضا مسؤولا عن الهجمات في العراق سنة 2014. إذن وقال أن وزارة الدفاع التي قامت بهذه العملية وشكر كل أعضائها وقال أنها العمود الفقري للدولة الأمريكية. ولمناقشة كل هذه التصريحات التي أدى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وعن هذه العملية النوعية، أذهب الآن إلى ضيفي من واشنطن أدم روزفلت. أستاذ أدم، تابعت هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، كيف تقرأها هذه العملية النوعية التي تحدث عنها والتي قام فيها أبو إبراهيم بتفجير نفسه بدلا من مواجهة العدالة؟ ما الذي ستضيفه للولايات المتحدة وما الذي خسره داعش اليوم؟ أولاً أود القول بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعيد تخطيط عملية تتبع الإرهابيين، ويتلقى الاستخبارات والمعلومات من الوكالات المعنية ومن الشركاء لاتخاذ القرار المناسب. عندما تم تنفيذ العملية عادة يتم تقديم تغطية لهذه العملية بطريقة خاصة وباستخدام أدوات مختلفة، يمكن أن تكون أدوات على الأرض من خلال القوات الخاصة ويمكن مسيرات تلتقط صور. فأي بيان يقوم به الرئيس سوف يصدر عنه المزيد من المواد في مختلف أنحاء العالم. فالقوات القيادة المركزية والاستخبارات تقدم التقارير للرئيس، ومن ثم هو يقدم هذه المعلومات للشعب الأمريكي بناء على المعلومات التي يتلقاها من القوات على الأرض. ابقى معي وانتقل إلى ضيفنا أيضا محمد جاسم من بون. أستاذ محمد، يعني هل أو جاسم محمد عفوا من بون، أستاذ جاسم، هل سيحاول برأيك داعش إيجاد موطئ قدم جديد حتى بعد مقتل زعيمهم؟ لأنه لا ينتهي ربما التنظيم بنهاية زعيمه، وربما هناك بدائل للقيادات الميدانية. التنظيم هو موجود، يعني لا يحتاج إلى أن يعني يبحث عن جغرافيا جديدة. يعني وجود تنظيم داعش في سوريا والعراق، ولاحظنا أنه قبل أسبوع كانت عملية نوعية في الحسكة وكذلك في العظيم العراقية. مع ذلك الجغرافيا ممتدة وواسعة إلى هذا التنظيم في شمال أفريقيا، في غرب أفريقيا، وكذلك في شرق أفريقيا. فإذا التنظيم موجود، كل ما ربما ما ينبغي أو ربما
ربما ما متوقع أن يقوم به هذا التنظيم خلال هذه الفترة هو أن تعزيز ربما القدرات المعنوية داخل التنظيم بحيث لا تكون هنالك انعكاسات سلبية إلى خسارة زعيم هذا التنظيم. فأجد أن التنظيم يعمل على تعزيز قدراته من الداخل، وكذلك مثل هذه العملية يحتاج هذا التنظيم إلى مراجعة أيضا مصادر وكذلك أعضاء من أوشى في زعيم التنظيم وكيف تمت هذه العملية. أكيد كان هنالك مصادر مقربة أو قريبة من زعيم التنظيم، وهذا يعني بأن التنظيم في الوقت الحالي هو موجود جغرافيا، هو موجود لكن ربما يحتاج إلى إعادة تعزيز قدراته من داخل التنظيم أكثر مما يقوم ب يعني البحث عن موطئ قدم جديد في سوريا والعراق أو ربما في أفريقيا. دعني أنتقل أيضا إلى بيروت والعميد خالد حمادة مدير المنتدى الإقليمي للدراسات. سيادة العميد، يعني ما الذي سيحاول داعش القيام به في الفترة المقبلة بعد مقتل زعيمه؟ هل نتوقع تمددا؟ هل نتوقع عمليات إرهابية للخلايا النائمة في الدول الأوروبية كما شاهدنا بعد مقتل البغدادي؟ أولا أنا أعتقد أنه مشغلي تنظيم داعش الذين يعني أصبح لدينا العديد من الأدلة أن هذه التنظيمات فعليا برغم العناوين يعني المتطرفة التي تحملها وأنها فعلا ليس لها أجندة مستقلة عن أجندة سياسية لمشغليها، وبالتالي الآن يعني الموجودون في داعش لغاية الآن يدركون أن هذا التنظيم الآن هو تحت المتابعة الحثيثة وأن هذه طبعا ضربة نوعية قد سجلت له. يعني ربما يجب أن ننتظر لنرى كيف سيتم إعادة هيكلة هذا التنظيم، من سيستلم قيادته وما سيكون خطابه أو الرسائل التي سيوجهها. ولكن بدون شك يعني أن داعش مشغلي داعش هم لاعبون إقليميون، وبالتالي اللعبة في الإقليم لم تنتهي، تحديدا الرسائل الإيرانية التي توجه إلى الدول العربية في العراق في دول الخليج في سوريا وفي لبنان ربما كما حصل سابقا يعني أثناء ما سمي بحرب الجرود في لبنان. إذن يجب أن ننتظر يعني ما سيكون عليه عمليات الكباش الإقليمي تحديدا مع طهران وحلفائها والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كل ما حصل هو فعلا يعني رسائل واضحة. يعني الربط بين العملية التي حصلت في الحسكة في شمال شرق سوريا وبين مقتل هذا الإرهابي في شمال غرب سوريا، هذا يعني يستدل وكأنه كل هذه المنطقة التي تجمع ما بين شمال شرق سوريا وغربها يعني هي منطقة يجد فيها هذا التنظيم الإرهابي حرية العمل، وبالتالي يعني لا يعقل أن تكون المنطقة الموجودة تحت سيطرة قسد وموجود فيها قوات للتحالف وقوات أمريكية أن تكون مسرحا لعمليات داعش، ثم نجد كذلك في منطقة إدلب هناك تنظيمات إرهابية تقاتل من حين لآخر يعني وتوتر الأجواء الأمنية، ثم نجد هذا الإرهابي يذهب إلى إدلب ويتم تصفيته هناك. هذا يدل يعني أنه كل منطقة الشمال السوري من شرقها إلى غربها هي منطقة متاحة الحركة لهذه التنظيمات، وهذا لا يمكن أن يتم فعلا بالمجهود الشخصي لهذا التنظيم. يعني هناك طبعا جهات إقليمية راعية، ربما الرسالة التي كانت في الحسكة كانت ربما رسالة قادرة إيران أن تستثمر بها لأنها توجه رسالة إلى الولايات المتحدة عبر قسد، وكذلك تستفيد منها تركيا بتوجيه هذه الضربة إلى قسد. يعني هناك اجتماع للمصالح، اللاعبون الإقليميون والدوليون يجمعون وفقا لتقاطع مصالحهم على تحريك هذه الأجندة ووضع الأجندة لهذه التنظيمات. إذن يجب أن ننتظر كيف ستتلقى داعش هذه الضربة وما سيكون يعني العمل المقبل لها، كما أقول تبعا للمشغلين الذين عليهم أن يحسبوا جيدا
ماذا تعني هذه الضربة وما هي الخطوات اللاحقة؟ قبل أن ننتقل إلى الأستاذ أحمد كامل، دعني أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ ألبرت فرحات من باريس. أستاذ ألبرت، سمعت ضيفنا العميد يقول أن جهات إقليمية راعية للتنظيم في الشمال السوري لا يمكن لداعش أن يتحرك في الشمال السوري بمفرده، ما تعليقك على هذا الكلام؟ لا أتفق مع ضيفك من بيروت بما يقوله، لأنه كامل خارج نطاق الصورة. مع احترامي للرتبة العسكرية التي يملكها، لكن فعلا الموضوع يختلف أساسا. هناك دور تركي أمن للبغدادي وللقرشي الإقامة في إدلب، أيضا التنظيمات الموالية التي تعمل من النصرة إلى غيرها أيضا موجودة في المنطقة.